نعم، أكثر وضوح المشهد الأمريكي. نحن يعني نعرف بأن هناك طاولة حوار مرتقبة في فيينا، وبأن الجانب الإيراني منتصر بفيينا أن يحاور الجانب الأمريكي، إنما الجانب الأمريكي أيضا يتكلم بوضوح بأن يعني إيران لا يمكن أن تستمر كحالة عدم استقرار في المنطقة، وعليها أن تأتي إلى طاولة الحوار من أجل ترتيب الأوراق أو من أجل المساهمة أو المشاركة في عملية ترتيب المنطقة. نحن نشاهد في المنطقة مرحلة إعادة ترتيب، يعني الحوار السعودي الإيراني نترقبه، الجانب السعودي يتكلم عن حوار استكشافي، الجانب الإيراني يقول بأنهم تقدموا أو توصلوا إلى نتائج. نراقب أيضا الحوار الأمريكي الإيراني، نراقب الحوار الروسي الأمريكي الإسرائيلي. المنطقة هي في لحظة إعادة ترتيب، أتت أحداث الشياح البارحة الدموية وكأنها ضد رياح المنطقة، وكأن الحزب يعمل في مربعه الأخير، وكأنه يخاف من مرحلة ترتيب المنطقة، ويحاول أن يضمن شيء ما في لبنان قبل أن تتغير الأحوال أو تتغير الرياح في المنطقة. طيب اشرح لي هذه النقطة، أنت تتحدث قبل قليل عن توتر شديد في الحزب، ولك تصريحات سابقة أو تغريدات في حسابك على تويتر بأن الحزب اليوم هو أضعف ما يكون. أعطيني قراءتك هذه مبنية على أي أساس؟ اشرح لي إياها. الحزب كان يعتبر بأنه إذا ربح مع إيران في المنطقة سيربح في لبنان، أما إذا خسر في المنطقة سيعود خسارته في المنطقة داخل لبنان، وبالتالي سيحاول أن يبني دولة صديقة في لبنان بكل المعايير، حتى تكون هذه الدولة ضامنة له ولسلاحه ولموقعه في حال تبدلت الأوضاع، أو جيش وطني، وأن يكون إلى جانب الجيش الوطني حرس ثوري أو حشد شعبي أو حزب الله في لبنان، وبالتالي يبحث على ضمانات تكون هذه الضمانات تعويضية له، تضمن مستقبله وتضمن له الإنجازات التي حققها خلال كل هذه السنوات. هو يعتبر بأنه قدم للبنان ما لم يقدمه أحد، هو قاتل إسرائيل وهو قاتل الإرهاب وهو، وبالتالي في لحظة إعادة ترتيب المنطقة يخاف أن تكون هذه المرحلة تأتي على حسابه وتأتي على حساب مصلحته. يحاول في الربع الساعة الأخير وفي المربع الأخير أن يضمن له دولة صديقة في لبنان.